أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة بنستضيف أسرة مصرية، بنقترب من أفرادها، بنتعرف عليهم، بنشاركهم أفكارهم، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. سيناريست شاب هو عائل أسرتنا لهذه الحلقة، مؤلف لم تمنعه سنه الصغيرة نسبيا من كتابة العديد من الأعمال الدرامية المميزة والناجحة على كل من المستويين، مستوى الجمهور ومستوى النقاد. مؤلف غزير الإنتاج يبشر بالعديد من الآراء غير التقليدية، سواء كانت في أعماله أو في حواراته الصحفية. مؤلف يمثل جيلا جديدا من الكتاب يبشر بمستقبل واعد للدراما المصرية. ضيوفنا لهذه الحلقة هم أسرة السيناريست أحمد صبحي. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، اسمحوا لي أن أنا أقدم لكم الأسرة اللي معانا النهاردة، وهي أسرة اختارت مجال الفن، أو الأب فيها أو العائل هو اللي اختار مجال الفن. هو سيناريست تشارك في أعمال درامية مهمة كتيرة جدا، هنتعرف عليه، هنقرب منه أكتر، هنتعرف على أعماله وأهم المخرجين اللي تعامل معاهم. هو السيناريست أحمد صبحي، أهلا بيك. أهلا بيكي، أهلا وسهلا. وأستاذة رشا الزوجة، أهلا بيكي. وهنا في قصة برضو مهمة جدا بس هنرجع لها بعد السؤال التقليدي اللي أنا عندي سؤال دايما بحب أن أنا أبدأ بيه، وهو أن أنا أرجعكم فرصة، أن أنا أرجعكم لأول لقاء أو أول تعارف بينكم. بدأ إزاي الارتباط ده؟ أختها متجوزة واحد صاحبي، وإحنا كنا بنتقابل دايما وبشكل مستمر، فابتدى العلاقه تبقى قريبه من غير ما تحسي. انت بتبص تلاقي نفسك حد بترتاحي معاه وتتكلمي معاه، وبعدين تقابليه، وبعدين تحسي ان انت قاعده تشوفيه بشكل مستمر. يعني ده كان في عشره بقى، كان في لقاءات متكرره وفي عشره يعني وفي لقاءات متكرره، وبعدين ابتدينا نتكلم، وبعدين ابتدينا نتخانق، وبعدين ابتدينا نتصالح. ده زي ما بيقولوا حب الى بعد عداوه ولا وانا كنت شخص صعب جدا اصلي شويه، فكان الامور مش سهله، بس الحمد لله بقى حلو. ان انت معترف ان انت شخصيه صعبه، نادرا ما بتحصل. لا الشخصيه طبعا واهم حاجه في الدنيا هي الصراحه. يعني انا كنا لما كنا نيجي نتكلم وكده اقول لها خلي بالك ان انا لو حصل كذا، او انا شخص صعب، او انت تتعبي معايا، او انا حالتي هل هتتقبليها ولا لا، او كان هي عندها تقبل لكل الكلام ده. يعني شيء من ايه، من الاستيعاب، وبعدين حتى الرفض ما بترفضش رفض قاطع في وقتها، لان بعد كده بتبتدي انت حتى اللي بيرفضك او يرفض صفه فيكي بشكل هادي بتبتدي تتقبليه وتقولي يعني في حد كده، يا ريت. فانت ده اللي لفت نظرك في رشا، ان هي متقبلاك زي ما انت ومش رافضاك، وبتتعامل وبتتطبع معاك. طب وغير كده انا كنت حاجه سيئه، يعني في حاجه دايما الـ 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 البنت او المخطوبين يشتكوا منها، ان انا ما بسالش كتير مثلا، او ما بكلمش التليفون كتير، او ما بروحش كتير، او باين ان انا مش مهتم. يمكن عشان طبيعه الشغل بنخلينا طول النهار شغالين، وقتنا قليل قوي، او لو بنصور بنبقى قافلين التليفون في وقت طويل، او لو بكتب ببقى قافل التليفون عشان ما اكلمش حد، مش عايز حد يزعجني او حد ياخد من وقتي. فده كان صعب جدا التحمله، خصوصا ان محدش عارف طبيعه الشغلانه. بيعتقد ان في الاول ان انت مطنشه او ان انت مش مهتمه، لكن بعد ما بيفهم طبيعه الشغلانه وتلاقيه هو مستوعب ده، بيبقى طبعا حاجه هايله بالنسبه لك انت. طب يعني رشا، انا كده عندي حب استطلاع اني اعرف، خصوصا ان انت كنت صغيره، يعني بدليل انت دلوقتي بتكملي الدراسه، بتقولي لي في رياض اطفال. نقول الحب هو اللي خلاكي متحمله، رغم ان هو نبهك وتحذرك، ورغم هو معترف انه كان في حاجات كتيره بيعملها في الاول ممكن تتفهم على انها عدم اهتمام، او انت اصريتي هنا، يعني واضح انك كنت طرف هنا، لا انت اللي باقي على العلاقه، انت المصر. فنقول ايه بقى هنا الدافع كان؟ لا هو بصراحه شخص جميل جدا، يعني هو اتحب اصلا، فبالنسبه لي لا تقبلته في كل حاجه. وبعدين برضك اكيد ليه عيوب برضك هو اتحملها، يعني ده حقيقي.
كتير يعني. اي طب حلوه انكار الذات دي اللي انا شايفاه في العلاقه. على فكره خلوني اقول ان في طفله كمان في يعني طرف او عضو سجدة. ثالث ساجده عندها 3 سنين لا بس هي هو كانت تعبانه النهارده. رشا في إيه؟ احنا كنا دايما في حاجه احنا يعني مهمه جدا في العيله عشان يبقى في نوع من التفاهم والاستمرار اللي هو الحقيقه. انا عندي مشكله من المشكله دي انا بقولها ما برفضهاش، وعلى الطرف الاخر انه يتقبلها او لا، ومش لازم افرضها عليه بس ممكن ابعده عنها شويه. يعني انت شايف هنا ان اهم حاجه ميزت علاقتكم او المفروض انها تميز اي علاقه الصراحه والصدق جدا، من الاول. والعيوب الواضحه جدا اعملها زي ما اوحش حاجه في الخطوبه التمثيل، ان كل واحد عايز تمام. يبان انه نجم النجوم. دي اسوأ حاجه، الاقنعه اللي بتتحط طبعا. وتزييف الحقيقه طبعا. وان انا اطلع بغير مظهري لان مظهري ده والحقيقه هتظهر. يعني انا مثلا ايه ما بحبش الكلام في الابراج كتير، هي بتموت في الكلام في الابراج على طول بتتكلم طب في الابراج. بالمناسبه انت بس برج ايه بقى؟ برج القوس. وانت يا برج الدلو. برج الدلو، وده حقيقي انت شايفه ان موضوع جدا الابراج ده جدا طبعا يعني لازم هو فعلا لازم تهتمي بيمثل بيه، برج القوس بيمثله بحذافيره. ده حقيقي ده حقيقي مع حاجات كده يعني صغيره بقى هو بيعملها احلى كتير من برجي. طيب اخر سؤال في موضوع الابراج بس، هو ايه اكتر حاجه بتميز برج القوس الراجل اكتر يعني؟ حاجه السفر، بيحب السفر جامد جدا. واكتر حاجه بتميز برج الدلو اللي هو برجك؟ يعني هو متقلب، هو هوائي يعني، هو بطبعه هوائي، ايوه فدي اكتر متقلب حاجه المزاج جدا. طب وبعد الحلقه واعرف بقى اكتر حاجه بتميز برج السرطان. ماشي. طيب نرجع لك بقى، انا قلت في المقدمه ان سيناريست احمد صبحي شارك في اعمال دراميه كتير، شارك نجوم سواء ممثلين او مخرجين لهم اسماء، والعمل معاهم خبره يعني. طبعا تكتسب من منه خبره يعني. طبعا من افضل زي مين؟ أنا يعني نبدا بالاعمال. طيب انا اتعاملت مع الاستاذ عادل اعصر في ورق التوت، وكان معايا علا غانم، ومعايا احمد خليل، وكان معايا سمير صبري، وكان معايا نهال عنبر، وكان انتاج صوت القاهره. ايوه. وعملت بعد كده كلمات، ده كان انتاج، وكان كلهم مجموعة وجوه جديدة، وكان معانا صفاء الطوخي هي النجمة اللي كانت موجودة معانا ساعتها. بعد كده عملت ورق التوت، عملت ألوان الطيف، كان معانا لقاء الخميسي وأمير فتحي وعبير صبري، وكان المخرج عبد العزيز حشاد، أحمد وفيق، وأحمد صلاح حسني، وكان معانا ناصر سيف، وكان مجموعة حلوة قوي. عملت المطلقات، كانت علا غانم ومي كساب ومي سليم ومريهان حسين، وكان معايا حسام فارس. وعملت أسرار، كان بطولة النجمة نادية الجندي، وكان معايا عزة أبو عوف، وكان إخراج وائل فهمي عبد الحميد. وعملت ليالي الحب، كان أول بطولة لأمير كرارة، وكان رندا البحيري كانت معانا، وكان إنتاج، كان اخراج وائل فهمي عبد الحميد برضو. بعمل دلوقتي السبع بنات، السبع ده بنات اخر عمل. دلوقتي السبع بنات، بعمل دلوقتي السبع بنات، وان شاء الله باذن بطولة الله. مين بقى السبع بنات؟ السبع بنات اخراج محمد النقلي طبعا، وعملت مع الاستاذ محمد النقلي السنه اللي فاتت، عملت معاه حب لا يموت، كانت ايمان العاصي، وكان احمد صلاح حسني برضو. حشتني انت كمان، بس انا قصدي حاجه تانيه. حاجه تانيه عماد، ممكن اسالك سؤال وتوعدني ترد عليا بصراحه؟ انت عارفه انا اكتر واحد صريح في الدنيا دي كلها، زيك بالظبط. ايه اللي خلاك تخطب ولا تفتكري انت ليه؟ معرفش، بس انا عارفه متاكده ان انت لسه بتحبني. لسه بحبك؟ انت اللي خلاكي متاكده قوي كده؟ ايه اللي خلاك تيجي تشتغل في الشركة عند خالد؟ تفتكري ليه؟ عشان تفضل شايفني على طول، أفضل قدام عينيك. عماد أنا عمري إحساسي ما كدب عليا. لا بيكدب. أنا عارفة إن أنا تعبتك كتير، حسستك إن أنت بعيد، بس كل ده وقتها كانت الظروف غصب عني. لكن أنا دلوقتي أنت محتاجة حد يبقى معك، حد يساندك ويساعدك، والحد ده واحد من اتنين، يا خالد يا عماد. خالد بقى مش واضح وأنت مش عارفة تدخلي له إزاي، لكن عماد ده إنسان بسيط وسهل، وكان بيموت فيكي وعمره ما هيأذيكي، صح؟ بس أنا بحبك أنت.
بتحبيني. ليلى، انت قتلت يوسف ازاي؟ ايه عماد الكلام ده؟ لو بتحبيني فعلا وكان في بيننا علاقه كويسه، يا ريت تقولي لي قتلت يوسف ازاي؟ انت الوحيد اللي عارف بالحرف الواحد انا عملت ايه وليه. والسنه دي بعمل سبع بنات علا غانم وايمان العاصي ومريهان حسين وفريال يوسف ودنيا المصري. واضح ان في اسماء نجوم وممثلات بتتكرر معاك، هنا انت اللي بتحدد وانت بتكتب مثلا الشخصيات، بتتناقش مع المخرج، بترشح له اسماء ممثلين معينين، لان في اسماء متكرره معاك. هو الحقيقه مش ما بتبقاش مقصوده، لكن انا لما بنيجي نكتب النص ونعرضه على الشركه المنتجه، الشركه المنتجه بتبتدي تختار في الاول او النجوم الاساسيين. الشركه المنتجه بيبقى ليها راي مهم جدا في اختيار الناس، هي الشركه بتعمل توليفه للتسويق. أيوة. فبتبتدي تقول ده مهم عندي وده مهم عندي وده مهم عندي، وبعد كده بتسيب الباقي للمخرج او للسيناريست اللي بيشتغل. ايوه وده مهم جدا. تمام. طيب التعامل مع المخرجين، انت ذكرت اسماء كتير يعني. طبعا عادل الاعصر ومحمد رشيدي وعبد العزيز حشاد ومحمد النقلي ووائل فهمي عبد الحميد. انت شايف ان ده بيسند العمل او بيقلل من العمل المخرج او الممثل؟ الورق طبعا عليه عامل مهم جدا والسيناريو جداً. يعني ما بقولش لكن هي نقول ضفيره كلها مع بعض. العمل يعني الفني ده فيه حاجه مهمه قوي، وهي ان عمل بيقام الاول على الاداره الجيده جدا، والاداره دي حاجه مهمه قوي. اداره هنا مين اللي بيقوم بيها؟ الاداره بيقوم بيها المخرج وكل الطقم بتاعه. بس يعني هنا مش كل عمل الاداره بتبقى على المخرج، يعني حسب شخصيه المخرج، حسب كود شخصيته، حسب اسمه. ما هو المخرج في احيانا اعمال مش المدير فيها هو المخرج. لا، ما هو لو المدير مش المخرج العمل بيطلع مش حلو. لان المخرج المفروض انه قرا الورق، عارف كويس قوي هو هيعمل ايه، الناس اللي معاه شغالها ازاي، فبيبقى ماشي بسيستم علشان يوصل للنتيجه اللي المفروض الناس هتشوفها على الشاشه. وهو عشان كده العمل احيانا بيسند للمخرج، يعني يجي نقول للمخرج كذا، المسلسل للمخرج مش عارف، للمخرج يوسف شاهين، للمخرج صلاح ابو سيف. ولما نيجي نتكلم على الاخراج بنقول رؤيه، فهو رؤيه، يعني هو ما بينقلش بس اللي على الورق، هو عنده رؤيه عايز يضيفها للورق عشان الورق يبقى افضل حال من ما هو عليه. فاحنا حتى لو الورق مثلا 80% او 90% جوده، هو يخليه 150%. يعني الناس عشان كده كان في اعمال زمان هايله وترتبط دايما بالمخرج والمؤلف. يعني كنا نقول مثلا اسامه انور عكاشه واسماعيل عبد الحافظ، او اسامه انور عكاشه ومحمد فاضل، فكانوا الاثنين دول مع بعض او اي حد فيهم مع الثاني بيعمل جوده عمل غير عاديه غير طبيعيه. فبالتالي كنا بنتفرج على اعمال حلوه زي مثلا مجدي صابر ومجدي ابو عميره، فكانوا بيعملوا شغل حلو قوي سوا، فكان اول ما نشوف اسمهم هما الاثنين نعرف ان احنا هنتفرج على مسلسل كويس. هنا بقى التناغم بيكملوا بعض، فاهمين دماغ بعض طبعا. ورؤيه انا ممكن يكون هو عكسي، يعني انا مثلا بتعاملت مع استاذ وائل فهمي عبد الحميد واستاذ محمد النقلي، استاذ محمد النقلي ممكن يكون له رؤيه مختلفه عني تماما، فلما بنقعد نتكلم بنوصل للعمل لرؤيتين، يعني لما بنضفرهم مع بعض اللي بيتفرج على المسلسل بيعجبه. يعني احيانا عايز تقول ان الاختلاف اضافه مش انتقاص او مش خالص عيب. خالص بدليل بقى ان العمل الجماعي دايما عمل جيد. عشان كده العمل الجماعي او المجموعه اللي بتشتغل في مسلسل واحد او عمل فني واحد لو هم متناغمين بيطلع عمل جيد. والعمل الجماعي في اي مكان لو هم متناغمين وفي انكار للذات بقى، لو احنا بنتكلم عن انكار للذات، يعني ممكن تبص تلاقي المخرج يقول فكره مش مكتوبه في الورق فانا اوافق عليها واعملها، هو اللي قايلها بس نسبت ليا. وممكن انا اقول له فكره اخراجيه فهو يعملها فنسبت ليه. هنا انا مش زعلان انها نصب وانا هو زعلان إنها، لان عملنا احنا الاثنين، ده اللي بينجح لأن الاعمال، لان اسمكم على العمل على العمل النجاح منسوب ليكوا انتوا الاثنين. فهنا مفيش انا قلت ايه انا قلت لا دي فكرتي دي رؤيتي. في الجواز كده بقى، الجواز كده يعني انت نقلت نقله دلوقتي مش متوقعه خالص. انا كنت لسه عايز ارجع للجواز تاني والرشا. ده الجواز بقى. يعني هي ممكن تفكر فكره عكس فكرتي، بس اذا تقبلنا بعض في ان احنا نقعد نقول لا اصل مش هتخانق عشان فكرتي الاحسن او فكرتها الاحسن، بس اذا فقلنا ان البيت ده عمل جماعي
احنا بنستثمر في حياتنا وصلنا لنتيجه كويسه. أيوة. انما لو كل واحد بقى عايز يبقى هو صاحب ايه وادى ايه وانا بدي اكتر ويفكر التاني انه بيدي في حكايه بيفكر التاني وبيحسب على التاني دي كمان دي صعبه جدا. بس انا ممكن اقول له انا عملت كذا كويس فهو يتقبل. انا بقول له مش عشان انا بقول له انا عملت لك او ان انا بقول له ان انا احسن منك، لا انا عايزه يحس ان انا متضايق شويه فاقول له ايه طبطب عليا فبقول له ده انا مش انا عملت لك كده وعملت لك كذا ويعني وانت خد بالك يعني يعني خليك كويس معايا شويه. هو انا دايما بسمع جمله عايزه يعني اسمع رايكم فيها في العلاقات الزوجيه، بيقال دايما يعني او اتقالت جمله يعني ان الاحترام ده مهم جدا. أجل. لما كل طرف يحس انه واخد اكتر مما يستحق سواء واخد بارتباطه بالطرف الثاني او واخد في تفاصيل العلاقه اكتر مما يستحق، مش واخد اقل وان اللي قدامه مش اقل منه، ان ده مهم. فمش عارفه هل ده حقيقي من خلالك. هي تكلمك على الاحترام المتبادل ده مهم جدا جدا. يعني اتفضلي اسمعك. اصل يعني لما تكوني بتحبي اللي قدامك طبيعي ان انت اكيد بتحترميه، يعني قبل الحب بيجي الاحترام. أيوة. فبتحترميه بتحتويه هو بيحتويكي، نفس الموضوع. ونسمع بعض بقى، يعني هي دي نقطه الخلاف بين اي اتنين متجوزين مثلا، عملت لك ما عملتلكش، بتبقى بقى عيوب ظهرت، الاقنعه نزلت. لكن طالما انت هتبتدي الخطوبه من الاول، انا طبيعتي كذا، باكل كذا، بمشي كذا، بحب كذا، يعني ممكن حد يخبي على حد ان هو يعني ما يعني هي بتركب عجله وتقول له لا انا ما بركبش في الخطوبه عشان ماما قالت كده غلط كده، هتقول ان انا يعني حاجه تانية، يعني لو انا مثلا يعني فلتر بالظبط كده هيفهمك غلط. فلا انا بركب عجل، يبقى بركب عجل، بحب العجل، طلع هو ما بيحبش العجل، هو العجل عيب. يعني عيب يعني بعد من الحاجات اللي مش لطيفه الناس اللي بتيجي تتحوط على اي اتنين وكل واحد يقول له كلام مش لطيف. يعني مثلا ايه، لو مثلا بتحب تخرج، بتحب تسافر، بتحب تنزل البحر، بلاش عشان ما يقولش ان انت مثلا ايه كنت يعني مقضيها، فيجي يعرف قبل، هي تقول انا ما بحبش، بعدين نروح البحر تفضل قاعده بقى على البحر هتموت تنزل ومش عايز تنزل عشان قالت انها مش كده. طب وليه غير حاجات كتير بقى وتفاصيل كتير وليه بقى تفاصيل كتير. فانت شايفه لا انا ايا كان سلوكياتي وعيوبي هو لازم يعرف، هو لازم يعرف. نفترض ان هو مش عاجبه ده، يبقى من اولها يعرف عشان ما يكتشفش بعد كده، لانه هيكتشف. انت شايفه الكذب مش رجليه؟ لا 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 هيكتشف. ايوه. طب انا كدبنا السي اصلا يعني كدبنا السي جدا. حلوه الجمله. طب عايز ارجع مره تانية لحاجه مهمه جدا، وهو ان حاجه في علاقتكم يعني مهمه وبتميزها، ان رشا رجعت تدرس بتشجيعك. طبعا رجعت تدرس في رياض اطفال. كلميني يا رشا عن تشجيعه يعني ليكي، لان انا بحب النماذج دي اظهرها. قال لي انت من الخطوبه كنت ناويه ان انت تكملي وكده، فطبعا بقى فتره الخطوبه وكده، فقلت له خلاص ان شاء الله يعني اقول ما بعد ما نتجوز يعني. فانا بصراحه كسليه جدا يعني، فقعد يقول لي لا انا زعلان منك وخصمني فعلا يعني. فنزلت فاجئته، قدمت وجيت قلت له خلاص انا قدمت، طب يلا نذاكر. فبقى كل يوم بقى نقعد مع بعض نراجع شويه، بعد ما ارجع من المحاضرات بتاعتي برضك بيقعد يذاكر لي، يفهمني مثلا الفصل ده بيتكلم عن ايه. ما شاء الله بالليل يقعد يذاكر لك يعني، هو مش تشجيع بس كده شفوي يعني. عملت مدرس ده من كتر فهمه انا بدخل احل بناء على كلامه. ايوه يعني انا بفتكر كل الكلام في الامتحان بسببه. لا وبشمط وبتاع وبدي هوم ورك وكل حاجه. ايه ده؟ لا وبنزعل وما ذاكرتش وبتاع وليه؟ لا انت الاسبوع ده انت مش فاضيه ازاي كده يعني. انت شايف ليه؟ يعني انت اكيد بتعمل ده عشان انت جواك فكره معينه. الفكره المعينه احنا مش متجوزين بعض علشان احنا الجواز ده نهايه العالم، احنا اصل في ناس بتبقى الجواز ده هو نهايه المطاف في الحياه، يعني هو اشتغل فدرس فاشتغل فاتجوز خلاص قعد بقى. لا في حاجة اسمها أنا دي الجواز ده حاجة طبيعية الناس كلها بتعملها، أنت بقى بتعمل إيه مختلف بعد كده؟ يعني لازم تشوف أنت بتعمل إيه، لازم يكون ميزة. أمال لما الطفل يكبر ويجي يسأل أنت اجتهدت، بتيجي تقول له اجتهد وذاكر واعمل ده أنا كنت كذا، طب يصدقك إزاي؟ فلازم يشوف باباه ناجح ويشوف طب نفترض إن أنا ما نجحتش بس حاولت. هقول له برضه إن أنا حاولت وعملت 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 بس ما قدرتش أوصل للنجاح اللي أنا عايزه. فهو يبقى عارف إن في مجهود لازم يعمله. ولازم اختراق للحياه عشان يعملها، وبعدين يعرف ان مامته قدرت انها تتخطى حاجه وانها تذاكر وانها تعمل وانها تبقى انت احسن. انت شايف هنا ان رشا هتبقى قدوه لساجده طبعا، وقدوه للاطفال والغيرها اللي بعد سجده ولغيرها طبعا ولنفسها. فشايف ان هي لا لازم تجتهد ولازم عندها ومش تقف عند حد معين. لازم لو ما عندهاش حلم يبقى عايشه ازاي؟ شايف ان ده اضافه ليك مش ينتقص منك، ودي في حد ذاتها يعني طبعاً. عايزه واقفه انت شايف نجاحها اضافه ليك ولاولادك اللي هي هتربيهم. طبعا اصل طبيعي جدا ان الاب لازم يشتغل ولازم يبقى في حياته نوع من النجاح.
مش طبيعي بقى اللي احنا بنقوله ان الام بس ما تبقى قاعده في البيت بس، ماشي البيت ده مهم جدا وهي لازم تنتبه بيه الى اقصى درجه ممكنه، لكن نجاحها اللي هو يبقى عندها ميزه او عندها نجاح في حياتها لما الطفل يكبر تقول له انا عملت كذا كذا كذا، انت مش المفروض تبقى تبص بقى لازم لازم سلبي، تبقى زينا، تبقى ناجح، تبقى بتكافح بالزبط. كل ده ما بالزبط. لازم انا ده غير ان تفكير رشا بعد الدراسه وبعد الاحتكاك بالناس وبعد ما يبقى ليها الناحيه العمليه في الحياه بتاعتها وطموحها الشخصيه بتختلف، طريقه التربيه بتاعت الولاد هتختلف، انا نفسي طريقه التعامل معاك هيختلف. غير كده بقى انا لما جو ممكن يكون ذكاء على فكره، انت ممكن يكون عشان ما تركزش معاك برضو. لا مش ده، انا نفسي اتغيرت من قبل الجواز. يعني قبل الجواز بيبقى في نوع من الحديه الجامده جدا، ما بتقدر يعني، وكمان متعوده على ان انت بتاخدي قراراتك بنفسك من غير ما تاخدي بالك مين وراكي، لا مش وراكي حد، ومش بتاخدي القرار الا لنفسك. يعني انا كنت اخد قرار مثلا ايه، انا هسافر دلوقتي فاروح مسافر حتى لو مش حد معايا، والشغل ده اهم حاجه، انا بنزل مش عارف ايه وحد يكلمني ممكن ما اردش على اي حد في الدنيا دلوقتي. لا كمان هي تخليكي الجواز والشخصيه اللي معاكي لو شخصيه يعني فيها نوع من الحراره والتفاعل بتخليكي تاخدي بالك ان مش بس الحياة هو مجرد ان انت بتجري فيها وبس، لازم تاخدي كده تقفي في محطة كده استراحات، استراحات فيها بقى وتشوف تأملات اللي حواليك، فيها استمتاع، فيها نظر للي حواليا، طبعاً فيها طبعاً مراجعة حسابات، طبعاً كشف حساباتي، طبعاً انا بعمل طبعاً ايه وهروح فين طبعاً مهمة دي، والخناقات مهمة يعني، واحنا لا لا بس يعني هنقف عند الخناقات المهمه دي عشان هخرج لفاصل، بدعوك لمشاهده ومتابعه الفاصل والساده المشاهدين، ونرجع نكمل بقى موضوع الخناقات المهمه. نجاح العلاقة الزوجية عامة بتبقى فيها لازم يبقى فيه توافق اجتماعي نفسي ثقافي، عندي عوامل نفسية لازم يبقى فيه ارتياح، لازم يبقى فيه توافق في الآراء، الحوار، لو في حوار في البيت أنا شايف إن الآباء والأمهات نقدر نكون أسرة في البيت، أسرة ناجحة. غياب الحوار إن احنا نتكلم مع بعض ويبقى يعني يبقى في حوار في البيت، نتكلم دايما بشكل مستمر مع بعض، افتكر ده من الاسباب اللي بتقوي العلاقه ما بين الاب والام في البيت. بص حضرتك في كلام كلاسيك بيتقال على موضوع العلاقه الزوجيه نجاحها، اول حاجه يقول لك التكافؤ، المستوى الاجتماعي، المستوى الادبي، المستوى التعليمي، لكن انا بشوف في البدايه وفي النهايه فكره التفاهم ما بين الطرفين بصرف النظر عن المستويات، اذا كان في تفاهم بين الطرفين بدرجه كافيه ده بينجح كتير العلاقه الزوجيه. مبدئيا الماده، تاني حاجه الراحه النفسيه، لان الماده بتؤدي الى الراحه النفسيه. العوامل تنجح علاقه زوجيه الثقه الكامله والامانه والاحترام بين الاثنين والامكانيات الماديه. كنا بنقول، أفكر المشاهدين مرة تانية قبل الفاصل، كنا بنقول إن الخناقات مهمة، بمعنى إن الرتابة خطر ولا بمعنى إيه؟ الصدام، علشان الصدام بيخلي كل واحد يخرج كل اللي جواه ويفهم حاجات في التاني، مش بس الخناقات مش معناها اللي هو القهر الآخر ولا الغلط في ولا الآخر. الغلط في الآخر لكن الخناقات اللي هو ممكن أبقى عصبي وممكن تبقى عصبية، بس ده بعديها بيخلي إحنا قلنا إيه وكنا عايزين إيه، طب إحنا كنا عايزين نوصل لإيه، بيجي بعديها بشوية لما بتيجي الخناقة اللي بعدها بتبقى أهدى وممكن ما تبقاش موجودة، يعني ممكن نتفاتى بعض المشاكل، لكن أي. لكن لو ما حصلش نوع من الصدام بتبص لقى الحياة ما فيش فيها اكتشاف. كمان التفكير بقى، يعني إحنا هنعمل إيه السنة دي، تخطيط، لو ما فيش تخطيط في الحياة صعب جدا.
انت شايف ان كل حاجه لازم يكون ليها تخطيط؟ احيانا مش كل حاجه بيبقى ليها تخطيط، بس في خطوط اساسيه. يعني مثلا البنت هنعمل معاها ايه، احنا في حياتنا هنعمل ايه، لو جالنا فلوس هنعمل ايه، هنشيل ايه، هنعمل ايه الاولويات، وبعد كده بتبقى الامور العاديه. يعني ممكن تطلع لنا حاجات احنا حابين نعملها مش مخطط لها، بتبقى ظريفه لطيفه كده. يعني احنا الاثنين بنحب السفر. رحنا مره طلعنا جبل موسى، تعبت في النص وقعدت جبل موسى. انت مش بتحب اي نوع رحلات، واضح ان رحلات معينه استكشافيه انت مش بتحبي النوع ده ولا لا؟ انا حبيتها معايا، يعني هو بصراحه حببني في حاجات كتير قوي ما كنتش متخيله اصلا ان انا في دماغي او اقدر اعملها. في موضوع الجبل ده كان رهيب، تلتين سكه كده، طب شيلني، طب مفيش وشال ولا لا؟ طبعا اطلعي، المسافه كبيره جدا بس جميله بقى. يعني اخر حاجه في الجبل انت تطلعي وتشوفي الشمس من يعني وهي بتطلع، جميله جميله جدا يعني. طيب ده بالنسبه يعني انتوا بتشتركوا في هوايات واحده، طب بالنسبه لبقى وجودها هي في شغلك، بتاخد رايها تستشيرها ولا هي بعيدة عن المجال ده؟ لا، في الأول كان في عندها فكرة، كانت بتقولي أنا بتفرج على المسلسل بستمتع فيه فقط لا غير، فابتديت اقول لها شويه حاجات فابتدت تنظر له بنظره مختلفه، وبعدين ابتدت تقرا الورق. لما ابتدت تقرا الورق اتصدمت من الطريقه اللي بيكتبها، والورق عدده كبير قوي، وابتدت تتساءل هو ازاي الشخص بيقدر يكتب كم على الورق ده والشخصيات دي. فابتدينا بقى ناخد وندي، ابتدت بقى في حاجات هي كانت بتحب تقرا فيها، يعني كانت دايما تحب تقرا في العلاقات العامه وال زي الكتب بتاعت ابراهيم الفقي اللي هي التنميه البشريه، التنميه البشريه وكانت بتقرا برضو عن رياض الاطفال والحاجات الخاصه بيها. وبعدين لما ابتدت بقى كده ابتدت تخش في الروايات، وابتدت تخش في القصص، ابتدت هي تكتب شويه حاجات، فابتدت الامور تمشي اسهل تقابل. وبدات تتقرب من عملك اكتر وتفهم فيه. طيب انت بقى في شغلك، عايز ارجع للمجال ده لانه مجال الكلام فيه كتير جدا. يعني انا كلمتك عن المخرجين والتعامل معاهم، عايز اكلمك على الشخصيات. زي انت بتقول لي رشا كانت مستغربه من كم الشخصيات اللي بتكتبها، بتبقى متخيل وانت بتكتب؟ يعني انا عايز اعرف اكتر شخصيه تخيلتها وفعلا لقيت الممثل هو كان الشخصيه دي كتبته. كان عندي مسلسل، اول مسلسل عملته كان ورق التوت، وكانت علا غانم في ورق التوت كانت بتعمل شخصيه اسمها هند، والشخصيه دي كان في مع علا كان في هنا وقفه لطيفه. احنا كنا عاملين شخصيه هند دي شخصيه عانس، وعلا شخصيه جميله. ففي الاول عادل الاحصر اختارها، فقلت له يا استاذ دي ما هتبقى عانس ازاي، احنا عايزين حد يعني ايه يبان ليه. فقال لي لا، هو في دلوقتي المشكله من العنوسه مش مشكلتها انها حلوه او وحشه، هي مشكلتها الناس هي بتفكر ازاي، والناس دي رؤيه المخرج بقى. المخرج هنا ليه رؤيه، فانا شفت ده هايل. هي خدت الورق وقريته وقالت تمام، وبعدين رجعت تاني قالت انا قلقانه، وبعدين رجعت عملته، بس عملته لدرجه ان هي وصلت المفهوم للناس بشكل كبير جدا، وهي نفسها حصل لها حاله نفسيه لمده شهر بعد كده. كنا بنطمن عليها ان هي بتعاني فعلا. لا، كان عندها كمان حاله نفسيه سيئه جدا في المسلسل، والمفروض انها بتحارب ناس كتير قوي عشان تثبت نفسها. عارف انا وشاير سمينا محمد ليه؟ عشان عايزه احس انك معايا على طول في كل حته. لما شفتك في المستشفى قربت مني، كان لازم اقول لك سامحني، اقول لك انا اسفه على كل اللي حصل مني، وانا بصرخ من الم الولاده كنت بصرخ من حاجتين، بصرخ عشان عرفت قد ايه الولاد غاليين على اهاليهم، وقد ايه انا كنت قاسيه عليك وانت كنت بتخاف عليا. انت وانت تعبان ودخلت عليك كنت خايفة احضنك عشان مش متعودة، كنت فاكرة ان انت السبب، ودلوقتي انا اكتشفت ان انا السبب، انا اللي ما عودتكش تحضني. انا بحبك قوي. في ناس بتعتقد ان كل حاجة ليها سن،
يعني ان انت عشان تنجح ان انت مش هتدرس غير انت بقى عندك 30 سنه لسه ترجع تدرس ثاني. ده على فكره ده مفهوم شعب. يعني احنا عندنا شعبنا ما نقدرش ننكر ان هو بيفكر بطريقه التفكير دي. كل سنه مش كل الشعوب كده يعني. لا مش كل الناس كده. هو مش المفروض الناس تبقى كده. المفروض ان انا دلوقتي مثلا عندي 30 سنه اقدر اسافر، اقدر اذاكر، اقدر انا حتى لو مذاكر او حتى درست مفهوم معين او درست كليه معينه، لا انا اقدر ادرس ثاني وثالث ورابع. اصل الدراسه دي هي تنمية لشخصيتي. فإذا كنت أنا عايز أنمي نفسي فأنا بذاكر بشكل مستمر أو بقرأ بشكل مستمر. والدراسة هي بتنظم عملية القراية وعملية تناول المفاهيم. وبعدين أنا ممكن أدرس مجال أنا محتاجه في حياتي. يعني أنا ممكن أنا من الناس مثلا اللي قررت أدرس حقوق مش عشان أنا عايز أبقى محامي، علشان أعرف حقوقي إيه. عشان في حاجات أنا مش عارفها. أنت فعلا درست. أولا أنا خليني أقول لك أو أقول للمشاهدين إن أنت مبدئيا كان في نقلة، يعني انت ما كنتش طول عمرك كاتب سيناريو او مؤلف. لا خالص. انت كنت في كلية زراعة. لا كنت موظف وزارة الزراعة. وبعدين حصل النقلة. انا خريج خدمة اجتماعية، انا خريج خدمة اجتماعية، عملت دراسات عليا في التربية عشان كده قلت لها رياض اطفال. وكان حبيت الكلية وبعدين اشتغلت في وزارة الزراعة. كان مش حاجة سيئة، لكن ان انت تبقي شخصية روتينية لدرجة ان انت تبقي مستسلمة للحياة الصبح الساعة كذا لآخر النهار للساعة كذا وبس، اللي بتعمليه كل يوم مفيش فيه أي نوع من الإبداع الشخصي أو حتى في حد بيقولك اعملي حاجة ممكن تتميزي بيها عن الناس. وعلى فكرة لما ابتديت أكتب ما كانش في حد، يعني اللي كان بيشجعني هو محيط العيلة بس، إنما الزمايل والأقارب كان يقولك يعني أنت هتعملي إيه وأنت هتوصل إزاي. أنت إزاي من محيط العيلة بتكتب لنفسك؟ يعني أنت كنت بتكتب لنفسك لكاتب محترف تتحول لأعماله لدراما. أول حاجة حصلت أنا كان في لقاء بيني وبين مدام إنعام الجريتلي، دي كانت اول شخصيه قابلتها. فقلت لها انا بكتب، فقالت لي والله هات السيناريو بتاعك لو عجبني هعمل معاك حاجه كويسه، لو ما عجبنيش ما تكلمني انا هكلمك. فخدته وكلمتني بعديها طبعا في العشر ايام دول انا كنت مت خالص بقى، قلت بقى ما عجبهاش ومش هتكلمني. فراحت مكلماني قالت لي لا حلو انا هوديك صوت القاهره. رحت صوت القاهره لقيت فيه ناس، يعني انا كل مره اقول مدام سهير ومدام ايمان دول افضل شخصيتين دخلوا في حياتي غيروني يعني 200%. اولا من الشخصيات اللي بتشجعك جامد جدا حتى لو ما يعرفكيش. الحاجه الثانيه والاهم ان هم عندهم استعداد ان هم لو انت شافوا ان في موهبه وحاجه كويسه هيقدر يقدم لها قد يكون بيعالجوكي نفسيا لو انت ما عندك. والله لان القعده والمناقشه وازاي وليه وما تعمل كذا، طب ما تجيب هنا، طب ما تروح هنا. كان صعب ان انا اتخيل ان في ناس كده، لان انا كنت قبليها بفتره بقابل ناس تقول انت هتوصل ازاي، انت هتعمل كلامك ايه. كلامك ايجابي قوي، كلامك دلوقتي بتدي شحنه ايجابيه لاي حد يشوفك ان في امل، ان في امل لما حد اي حد يلاقي موهبه يقف جنبها ويشجعها. ان حد ياخد الورق واسم كبير زي الاستاذ وما تركنوش وما اشتغلتش فيه ولا كانت بتفكر تشتغل فيه ولا فكرت انها اي حاجه، هي خدته وديته عشان هو حلو. وبعد كده ما كلمتنيش. على فكره انا قابلتها اخر مره كنا بنعمل الوان الطيف عشان كانت تشتغل معانا، فبقول لها فاكره مش فاكره، قالت لي يا احمد ازيك عامل ايه. طبعا هي مش فاكراني قوي وعامل ايه وهو ده بتاع. انا مبسوطه جدا ان انا قدرت اوديك وان انت بتعمل ايه. قلت لها ده انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، راحت معيطه. فقلت لها فقلت لها قالت لي بس يا رب اقدر اشتغل معاكم في ده بقى مش عارف ايه، انا مش عارفه اذا كنت هقدر ولا لا، كانت تعبانه. فكلموها قالت لهم لا انا الحقيقه بعمل راجل وست وستات فمش هقدر اعمل الاثنين سوا علشان صحتي وبتاع وكده. طبعا زعلت جدا انها ما اشتغلتش معايا ونفسي تشتغل معايا تاني. لكن يعني انت على طول هتفضل بتفتكرها يعني دلوقتي. ده انا هقول لحضرتك على حاجه، مدام ايمان ومدام سهير في صوت القاهره انا بفتكرهم كل مره حد يسالني عليهم، لان هم اول حد فتح الباب وساب الباب ومشي. ما قالكيش بقى انا فتحت لك الباب، لا هو فتح الباب وراح سابك ومشي براحتك بقى. ده اللي بيخليك انت تفتحي الباب لكل الناس اللي بتشوفيها. والخطوه اللي بعد كده ايه يعني؟ فعلا اخذوا اعمالك وتحولت لعمل درامي. ما انا عملت ورق التوت بقى في صوت القاهره. ده كان اول كان اول انتاج في صوت القاهره، وعملت معاهم هنا في قطاع التلفزيون. عملت سندريلا 2000 كانت دنيا سمير غانم وامير كراره وخالد ابو النجا، وعملت الطفل جحا، وعملت مسلسل فطوطه كان فطوطه وطيطه مظبوطه. طيب كان سمير غانم. لو هننتقل من يعني الحيز الضيق اللي هو السيناريست احمد والدراما التلفزيونيه والبدايه، ننتقل بقى للاكبر دراما التلفزيونيه عموما اللي احنا بنشوفها الايام دي،
المشاكل اللي بنشوفها في الدراما بتأذي السمع وتأذي البصر، وأنا ما أعرفش إيه المشكلة يعني. بس أنت شايفها إيه؟ والله هو في مسلسلات كويسة قوي، وفي مسلسلات إحنا بنقول عليها أنها يعني بتأذينا زي ما حضرتك بتقولي، لكن ده كان موجود على طول. حتى كمان في افلام السينما كانوا في فتره كده يقولوا افلام المقاولات، وكان في مشكله فيها، حتى كنا نقول افلام المقاولات دي مش المفروض انها تبقى موجوده، المفروض انها ننهيها، بس هي بتبقى فتره بيطردوا فيها كل السيء، بيظهر عشان يطرد. دايما السيء اللي ما كانش يروح على البحر ما يطردوش، لازم يظهر على البحر فوق وبعدين الموج يطلعه بره. لكن انت شايف فعلا ان في اعمال برضو قويه، وده حقيقي يعني احنا تابعنا مثلا رمضان كان في اكتر من، يعني ما حدش يقدر ينكر ان جراند اوتيل السنه اللي فاتت كان رقم واحد. أيوة. وشيك، وخدنا في فتره حلوه، صور اسوان بشكل جميل. انا اعتقد ان اللي بيتفرج على اسوان في جراند اوتيل لازم هيروح اسوان عشان يشوفها. اللبس، طريقه الكلام، طريقه الشر كانت شيك يعني اثبتنا على الاقل ان احنا نقدر. لا ده احنا نقدر قوي كمان، ده احنا يعني نقدر، ده احنا كنا احلى. هو في مسلسل فورمات احنا احلى كمان من الاصل الاسباني، احنا لا جامدين جدا جدا جدا. شفتي تابعتي برضو حلقة اسمع رايك، شاركينا الحوار حلقه بحلقه. انا كنت انا واحمد بنتفرج عليه. أيه. جراند اوتيل فظيع، كان عاجبها الستايل اللبس. احمد يكتب حاجه في المستوى ده، هو بيكتب حاجات حلوه جدا يعني. تشتهر نفس الشهره، لا هو حقها بنفس الطريقه يعني. هو دايما الحمد لله يعني القصه بتاعته بتبقى ناجحه اكتر بكتير من مثلا اي حاجه تانية يعلقوا عليها في المسلسلات بتاعته. ممكن يبقى الممثلين يعني جداد فمحدش عارفهم، فبيبقوا متضايقين ان الصوره مثلا ممثل ده جديد بتاع، فمش بيبقى نسبه المشاهده بتاعته بتبقى في الطريقه دي يعني. ايوه. لكن طيب عايزه يا رشا اعرف منك بقى ازاي انت يعني اي ام بتبدا وتقول لا انا عندي طفل عندها 3 سنين سنتين زيك، لكن انت قلتي لا انا ده مش هيبقى عقبه انا هكمل. ازاي هنا بتتعاملي يعني؟ انت في حضور في الكليه ولا الحضور بس يوم الجمعه؟ لا مش شرط الحضور، بس ممكن انزل بس عشان ابقى متابعه. جامعه مفتوحه فيوم الجمعه بس تمام. فلا ما بيأثرش معايا خالص، بالعكس يعني احمد مظبط معايا. ما حسيتيش انه جاي على حساب البنت؟ لا ما حسيتش ان دي تلكيكه او حجه كفايه؟ لا لا خالص يعني احمد بيتلككوا بكده يعني؟ لا احمد بوجوده بصراحه بيساعدني كتير يعني، في اليوم ده بيبقى ملتزم معاها بقى وكده، فبنظبط الامور مع بعض. التعامل مع برج القوس ويكون سيناريست يعني مش وظيفه عاديه، لا ده هو يعني عنده الجو بتاعه لازم يكون متوفر متوفر يعني عنده طلبات خاصة مش زي أي موظف عادي. لا هي طلباته بصراحة طلباته هادية جدا، فهو مساعدك يعني مش محتاج حاجة فيها أوفر، لا ما الدنيا بتبقى تمام ونظبط كل حاجة مع بعض. التفاهم يعني نقول كلمة السر التفاهم. في كلمة تانية مهمة جدا، ما فيش حد محتاج جو معين عشان يشتغل حقيقي. أنا بسمع يعني إن لازم الأدباء والفنانين والمبدعين عموما لا لازم يكون ليهم الجزء الخاص بتاعهم، مش كركن او كمكان، لا كجو. لا ما هو الجو الايه، اي حد بيشتغل بيحتاج نوع من الهدوء عشان يشتغل او التركيز عشان يشتغل، لكن ما يبقاش ده اللي هو لو انا ده مش موجود مش هشتغل، او مثلا ان ما فيش هدوء فخلاص انا مش هفكر. لا اي حد عايز ينجح لازم يكسر كل القواعد اللي بترجعه لورا، او كل الامور اللي بيسمعها ويلتزم بيها لدرجه انها لا اما ده مش موجود لا اما مش هبدا، لو ده مش موجود مش هشتغل، لا صعب. أيوة. لازم يعدي حواجز كتير قوي ويبقى عنده قدره على انه يعمل. ايوه مفيش حاجه تقف قصاده تماما. يعني نفترض مثلا هي عندها مذاكره وانا عندي شغل، طب ما نظبط الامور بحيث ان مفيش حد يقف قدام التاني. أيوة. او البنت لازم تبقى موجوده معانا دايما بشكل كبير علشان ما تحسش ان احنا بعيد عنها، ما انا مش بحقق حلمي اروح راكن البنت. او هي مش بتذاكر تروح راكن البنت، لا ده موجود. زي ما سالتك ايه الممثل اكتر ممثل قلت لي علا غانم حقق دور انت كنت متخيله، كل كاتب بيبقى ليه من الاعمال من كم الاعمال كلها عمل هو حاسس ان هو ده اللي مش اخرج فيه عصاره فكره وبنات افكاره زي ما بنقول، لكن قريب منه والله كل هو ابدع فيه يعني. انا عندي يعني هو في 3 اعمال انا بحبهم جدا،
يمكن ورق التوت ده والوان الطيف وحب لا يموت، يعني الثلاثه دول قايلين. بس اللي انا خرجت فيه اللي انا عايزه قوي اعتقد لسه هعمله. ايه بقى؟ ايه اللي بتتمنى؟ ايه الحلم؟ كنت عايز اعمل زي نوع من الملحمه كده، وبتؤرخ لافكار مش لزمن، لان احنا عندنا البلد هنا او الناس هنا افكارها متداوله وكتيره، واحنا عندنا مصر يعني فيها كم من التنوع غير طبيعي، التنوع في الشكل وفي اللبس وفي الفكر وفي والتغير في نفس الوقت، يعني ممكن يكون مؤمن بفكره النهارده بكره يختلف عنها. يعني أيوة. فتاريخك للتنقلات دي والفكر ده واحساسك بالشخصيات وتداول الايام ده هيبقى حاجه بالنسبه لي كويسه قوي. ده الحلم اللي عندك على مستوى الشغل. يمكن اكتر واحد كان ناجح في الحكايه دي اسامه انور عكاشه. أيوة. كان بيبقى مسلسل اجتماعي وتاريخ في نفس الوقت. يعني نقول هو ده الملهم، ده مش قدوه، لكن يعني انت طبعًا عايز تمشي على طبعا انا دايما بحب احسان عبد القدوس جدا، يعني من الشخصيات اللي انا لما كنت اقرا لها كنت احس ان هو انا شايف قدامي القصه، شايفها بتتحرك قدامي، لان هو عنده اسلوبه سهل جدا في الكتابه. واسامه طبعا استاذ الدراما. ايوه. طيب لو هطلع للموضوع بطريقه عام واقول ان في فتره من فترات كانت الدوله متبنيه الفن وبتنتج اعمال، دلوقتي ما بقاش يعني نفس الاهتمام، والقطاع الخاص هو المتحكم اكتر. شايف ده في إضافة ولا بالعكس ده عقبة للفنان المبدع اللي زيه؟ لا والله هو في إضافة برضو، لأن أصل في الآخر المنتج لما بتيجي نقدم له الفكرة ولما بيوافق عليها هو ما بيتدخلش فيها، هو لما بيطلب حاجات خاصة بالإنتاج، ما بيطلبش حاجات خاصة بالقصة أو الطريقة اللي احنا بنكتب بيها. حتى لما بيبقى عنده فكرة إن احنا عايزين نجم معين أو عايزين مجموعة ممثلين معينين، هو برضو احنا بنشرح له الوضع الأول إيه فبيختار على أساسه. الميزة بس كان في الإنتاج الدرامي التلفزيوني إن هو كان بيبقى ضخم جدا، وكان الدولة ما هياش همها الربح السريع، هي كانت بيبقى فيه ربح بس مش سريع، إنما المنتج الخاص بيبقى عايز يعني عرض النهاردة هيكسب إيه بكرة. فدي ساعات بتخلينا احنا بنجري بقى في الايه في انجاز الشغل. أيوة. انما كان في بيبقى في رستقه شويه في الدوله. يعني مثلا ما كان يبقى في عمل تاريخي او عمل درامي ديني، ده كان الدوله هي اللي بتتصدر له، يعني لا اله الا الله مثلا كان كام جزء وكان كان الانتاج الدوله. دلوقتي ما حدش يقدر منتج خاص يعمله، لانه بيحتاج كم هائل ميزانية ضخمه. أيوة. ضخمة وعمال وفنانين ولا أيوة. إمكانيات كتيرة، إمكانيات بشرية ومادية. أيوة. حلمك مش السينما؟ طبعا، يعني هو فترة فترات على فكرة كان السينما ده حلم أي مبدع. طبعا، كممثل بقى ككاتب. لكن بعد ما الدراما التلفزيونية أخدت وضعها عند المشاهد وبقت بتتقدم لنا بنجوم كبار، بتهيألي الحلم ده ما بقاش زي الأول ولا؟ لا، أنا حلمي الكتاب، يعني أنا نفسي أنزل روايات وكتب وقصص كتير، قصص قصيرة، ومش كتب وروايات بس، لأ أنا عايز أكتب في موضوعات كمان مختلفة غير كده، لأن الدراما أنا بحبها جدا والسينما بحبها جدا، بس كتاب دايما يظل هو السحر الغير طبيعي. أنت حاسس هو ده لو هتتكلم على حفر اسمك أو تاريخ لأحمد صبحي، الكتاب هو ده اللي هيحققه؟ انا لما باجي بالليل وعايز استمتع واحس ان انا مريح دماغي خالص، بسحب ايدي بشد كتاب من المكتبه. وانا اللي بختار واقراه زي ما اقراه لحد ما انا عايز. ممكن والكتاب لسه ليه سحره الخاص، رغم ان الاجيال الجديده على فكره بقت تقرا على النت وعلى، ما هو بيقرا الكتاب برضه، ما هو بيقرا الكتاب بس لسه كتير برضه بيحبوا يمسكوا الورق في ايديهم. الكتاب كورق انا اشجع اللي يقرا على التاب او على التليفون او ايا كانت القرايه، لانه في الاخر بيقرا وخياله شغال معاه، زي الاذاعه كان يا ريت الاذاعه ترجع زي زمان. ايوه، الاذاعه كان انا كنت مستبق في العربيه شغاله المسلسل او الحوار الاذاعي اللي شغال وخيالك شغال، انا كنت بشوف المذيعه وانا مش عارفها. يعني بتخيلها وانا مش ولا عمري شفتها، والضيف اللي معاها بتخيله بشوفهم بيتكلموا ازاي وبيقولوا مع بعض، ما شفتهمش. كل ده كان بيشغل الخيال عندنا وبيدي مساحه للخيال. ليلة اجمل الف ليله وليله في الحياه في الاذاعه، لان اطلقت العنان زي ما بنقول لخيالنا كلنا، ان احنا نتخيل عوالم يعني. وتسافري مع الف وانت ماشيه بالعربيه وبتسمعي اغنيه من الاذاعه اتبعها برنامج ومسلسل، بتبص تلاقي نفسك وصلتي للمكان اللي انت عايزاه، كانك راكبه بساط الريح زي ما بيقولوا. أيوة. فالكتاب والاذاعه
والبرامج اللي اللي بتكلم البني ادم عقله، ما بتكلمش بس ان انا بفرض عليك وجهة نظر، او اللي هو انا مقتنع بوجهة نظر فعايز اقولها للي بيسمعني، فدي ما بتبقى مش لطيفة. ايوه. وبرامج الاطفال يعني لسه لحد دلوقتي بقرص ده حاجه بالنسبه لي غير طبيعيه. عمرك ما فكرت تكتب للاطفال؟ لا كتبت للاطفال خمس اعمال. كتبت عروسه البحر كانت منى زكي، عملت سندريلا 2000 كانت دنيا سمير غانم، عملت فطوطه وتيتا مظبوطه كان سمير غانم. ودلوقتي بحارب عشان اعمل حاجه اسمها حلم الاراجوز. كنت عايز بتحارب لان ليه؟ شركات الانتاج ما بتعملش للاطفال. يعني قليل قوي اللي يعمل، يعني بكار يمكن هو الحاجه الوحيده المستمره لحد دلوقتي. شايفين انها حاجه غير مربحه؟ مش كده يعني، هو ما يعني ما بتخطرش على باله. مش هي غير مربحه، هو ما بيخطرش على باله انه يعمل للطفل. يعني هو دايما الدراما الكبيره شاغله دماغ كل المبدعين، لان يعني الناس بتتفرج عليها اكتر، سحرها اكتر، يمكن شهرتها اكتر. لكن الطفل برضو مهما كان مفيش المشكله عندنا ان الطفل بيتفرج على اعمال الكبار، فعشان انت تجذب الطفل وتخليه يتفرج على اعمال مخصصه ليه اسمها اعمال اطفال، لازم تبقى على مستوى فكري وخيالي وابداعي يمكن اكبر من الاعمال المقدمه للكبار، وده اللي احنا مش فاهمينه. احنا لو قدمنا حاجه فيها فكره وشخصيه لطيفه الاطفال هيقعدوا يتفرجوا عليها. يعني انا مثلا بجيب بنتي وعملت تجربه كده، قلت ايه اشوف هي هتستجيب لان انا كنت بتفرج عليها ولا لا، فشغلت لها كان في فراشه صغيره بتاعت نيلي. ايوه. حفظتها وحبتها وبقت تطلبها. ده معنى كده انها استجابت لحاجه معموله بتقنيه قديمه بس كانت مبهره بالنسبه لي انا، مبهره وكانت بالنسبه لي كانت قويه جدا في وقتها. هي بقت قويه بالنسبه لها لانها بتعملها نوع من السعاده. ايوه. وفي اغاني يمكن الاغنيه اللي هي برضو دايما تغنيها وتطلب من رشا تغنيها لها اللي هي بتاعت عفاف راضي، امشي امشي يا برد طوبه للدبه الدبدوبه، ومش وهي تغني معاها. ايوه. فالحاجات دي بتخلي الطفل سعيد. اصل في حاجات ما كانش فيه بقى فيها ابداع، يعني اللي هو اللي هو الحديثه وال3D خالص. ورغم كده هي فيها جمال، فيها فكره، فيها قيمه، ما هي توليفة على بعضها جذابة. هقول لحضرتك زي ايه بالظبط؟ زي بالظبط لما نكون ماشيين على البحر مثلا وتشوفي شكل البحر عجبك فتقفي تتفرج عليه. بس هو البحر احنا بنقول البحر بيكلمنا، فهي الأغنية للطفل الكويسة هي بتناقشه من جوه، فهي بسيط ويضحك ويهزر. لو انا بقى بناقش فكره بقى بعمل له حاجه تانية. يعني في افلام احنا بنتفرج عليها كلنا بقى، احنا العيله ما بتيجي انا وهي وساجده، زي مثلا شركه المرعوبين المحدوده، احنا بنتفرج على ان ضحك الطفل بيولد طاقه. يعني الفكره الاساسيه في الفيلم بيدي طاقه ايجابيه، بيدي طاقه. فكان فكره الفيلم كلها هو ده، فاحنا بنحاول نفهمها ده، اضحكي تدينا طاقه وتدي للي معاكي طاقه. الله. ده مهم. أنا يعني حنهي معاكم الحديث الجميل الممتع ده. السيناريست، الكاتب، وصاحب أعمال درامية تلفزيونية ناجحة وتجارب كثيرة، وعايزين مزيد من النجاح إن شاء الله. يعني ما تكتفيش باللي حققته النجاح إن شاء الله. ربنا يدينا. سيناريست أحمد صبحي بنشكرك. شكرا. بشكر أستاذة رشا. شكرا لحضرتك. بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، وإلى اللقاء في نفس الميعاد الأسبوع القادم حلقة جديدة من بيت العيلة.